انضم ايضا الينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور خليني ابدا معك من بقيه بعض التصريحات المتعلقه بنهوض بالقطاع الاقتصادي في الدوله المصريه. البورصه، الرئيس تحدث عن بعض النقاط للنهوض بقطاع البورصه في او بالبورصه المصريه، طرح حصص من شركات مملوكه للدوله وطرح حصص من القوات المسلحه في البورصه المصريه. ده يعني ايه يا فندم، واهميه النهوض بالبورصه في هذا التوقيت، لانه البورصه كان بها تقلبات كثيره في المرحله الماضيه. مساء الخير لحضراتكم. طبعا هو النهارده السيد الرئيس زي ما بيسمى كده ببرنامج للتوثيق الملفات الاقتصاديه واطلاع الراي العام بيها حوالين جميع الاطراف والملفات. اللي احنا بنشوفه النهارده السيد الرئيس تناول العديد من القرارات وحرص على عرضها على الراي العام، منها زي ما حضرتك تفضلتي الوضع في سوق الاوراق الماليه المصريه، ونعلم جيدا ان الوضع في سوق الاوراق الماليه المصريه فعلا السوق في ندرة في الشركات المقيدة، يعني تقريبا التداول اليومي في الشركات في حدود ال 200 شركة، ده الحد الأقصى تقريبا للتداول، وطبعا للأسف انخفاض كبير في أحجام التداول، يعني قيمة التداول الفلوس اللي بتدور للأسف فيها يعني ندرة كبيرة جدا. عدد المتعاملين كمان في البورصة كلهم خلال 2021 أقل من 400 ألف مساهم، ده رقم زهيد جدا، يعني لا يمثل تقريبا نص في ال 10,000 او نص في الألف من عدد السكان. وكان السيد الرئيس بيحرص ان البورصه تكون من اهم ادوات التمويل، ويمكن ذكرها اكثر من مره في العديد من الخطابات. علشان كده السيد الرئيس كان دايما بيوجه خلي الشركات تخش سوق المال، ده هتتيح للشركات ده فلوس او تمويل، التمويل ده هيساعدهم على التطور الكبير، على التنميه، على التوسع في الانشطه، وحدد من الانشطه من الشركات، شركات زي اللي احنا بنشوفها ذات المشروعات القوميه اللي شاركه في المشروعات القوميه، وايضا من الشركات اللي بيساهم فيها القوات المسلحه والاجهزه الخاصه بها، وطبعا بيتم توفيقهم وفق القوانين الخاصه بسوق المال قانون 95. وده من اهم الامور النهارده ان احنا نبتدي نتكلم عن البورصه بطريقه تناسب مستوى الوعي لدى الجمهور. البورصه يا جماعه مش عمليه مضاربه ومقامره، دي مشاركه، احنا بنشارك في شركاتنا اللي هي حققت تنميه وتوسع في الانشطه على مدار الثمان تسع سنوات. الشركات دي النهارده محققه من الارباح زي ما السيد الرئيس كده تفضل مره وتحدث عن العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه نمود البورصه ده هيفرق في ايه في هذا التوقيت يا دكتور؟ مرحله اقتصاديه دقيقه للعالم كله، طبعا لمصر محتاجين كل القطاعات للتعاون، ان احنا يعني لمزيد بقى من الاحتياطي ومزيد من مواردنا من العمله الصعبه، ومهم في ايه ان احنا ننهض بالبورصه دلوقتي؟ شوف يا فندم، البورصه دي النهارده من اهم الادوات للتمويل، دي نمره واحد. نمرة اثنين، من أهم يعني المدخلات لعنصر جذب المستثمر الأجنبي. ثلاثة، بتزودي من التكنولوجيا. أربعة، النهاردة خلينا في نقطة في غاية الأهمية، ارتفاع سعر الفايدة يا فندم بيخلي البورصة بتكون خارج نطاق أعين المستثمرين، يعني لما تحصلي النهاردة حضرتك على 18% فايدة سنوية فأكيد كلنا بنلجأ إن احنا نخش الجهاز المصرفي، ما بنخشش البورصة المصرية. رغم إن احنا ممكن في البورصة نحقق من العوائد الاستثمارية أكثر من 18%، ولكن مع الظروف الحالية النهاردة فندم في كثير من الناس بتتكلم وبتطلع في برامج للأسف بتتحدث عن وضع البورصة بسوء فهم، ودايما نتكلم خلي بالكم الناس دي ما بتكونش على دراية، الناس دي مش مسؤولين، الناس دي للأسف بتكون ليها من الأهواء الشخصية لجر الناس لمستويات معينة من الشركات، أو اللي بيحاربوا بعض من الشركات لبعضها البعض عن طريق الحديث في الإعلام أو في الصحف أو ما شابه لذلك. في هذه النقطة يا فندم، يعني أيضا من تصريحات السيد الرئيس والحقيقة اللي كان لافت للنظر، تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. احنا هنا بنتكلم يا فندم عن مؤتمر صحفي عالمي، ليس مؤتمر صحفي محلي على مستوى الشعب المصري أو الأطياف المصرية، ولكن تصدير هذه الخطة التي سيتم عملها من قبل الحكومة بعد تكليف السيد الرئيس إلى العالم. خليني أفهم من حضرتك هذه النقطة وجدواها أيضا يا دكتور.
خلينا نقول يا فندم الفكره في ذاتها قيمه كبيره جدا. طبعا. ليه؟ لان المستثمر دايما يا فندم والشركات والحكومات دايما ما بتحب تطلع على الرؤيه اللي بتستثمر فيها داخل الدول. فلما تطلع الحكومه النهارده تعمل مؤتمر الاول مع المستثمرين، مع الخبراء، مع دكاتره الجامعات يا فندم، مع المتخصصين، وتصيغ رؤيه ويتحدث بها للعالم الخارجي، اولا ده بيتكلم العالم ان احنا في نسق عام متعارف عليه دايما كل اصحاب القيادات الاقتصاديه في العالم ما بيتحدثوا امام العالم علشان يبعث طمانينه للمستثمر. كل ما المستثمر يعني ازدادت عنده الثقه في الاقتصاد اللي بيستثمر فيه كلما ازدادت حركه الاستثمار. ده انعكاسها كتير جدا على المجتمع. اولا بتوفر فرص عمل. اثنين بتزيد من حركه الاستثمار اللي السيد الرئيس النهارده اتكلم عنها. ان لازم يكون في مشاركات من المؤسسات والقطاع الخاص لاصول الدوله ب 10 مليار دولار صحيح. كل سنه. احنا هنجذب ال 10 مليار دولار ازاي؟ هنجذبهم عن طريق ان احنا نتحدث مع العالم بثقه. دي رؤيتنا. ممكن نتناقش مع المؤسسات الخارجيه زي ما حضرتك اكيد تعلمي جيدا ان اكبر الصناديق من الامارات ومن السعوديه ومن عدد من الدول جت استثمرت عندنا بناء على الثقه اللي موجوده في القياده السياسيه. وزي ما السيد الرئيس النهارده تحدث بيتكلم على مؤسسات التصنيف الائتماني. خلي بال حضرتك يا فندم التصنيف الائتماني دي بتبقى شهادات في غايه الاهميه. المستثمر الاجنبي بيحتاجها وهو داخل عندنا بيستثمر. والحقيقه فكره الثقه يا فندم يعني فيما هو ماضي، فكره ايضا ان يكون هناك مؤتمر صحفي عالمي، ده معناها ثقه فيما سياتي من خطه اقتصاديه للحكومه يا دكتور. طبعا. ليه يا فندم النهارده بنقول كده؟ بنقول ان احنا بنطرح الرؤيه الخاصه بتاعت الدوله في ظل التحديات وفي ظل الاثار اللي هي بتيجي من الخارج وفي ظل اثارنا الموجوده عندنا. احنا مصر دايما يا فندم مرحبه بالاستثمار. مصر بترحب زي ما بترحب كده ان يكون عندها علاقات دوليه استراتيجيه مع العالم، بتطرح رؤيتها. دي من اهم الافكار دايما اللي انا بقول فيها. خلينا نقول في المؤتمر الاقتصادي ده ان احنا عندنا فرص استثماريه واضحه للعالم بيتخاطب بيها الحكومه امام الدول وامام الحكومات وامام المؤسسات. ده بتسمى يا فندم من فرص التسويق، الماركتنج اللي احنا دايما بنطلبه، اللي بيتكلم عنه دايما فخامه الرئيس ايه في كل مؤتمراتنا في الخارج، خلي المستثمر يجي وانا هشتغل معاه من بكره. وهتلاقي حضرتك في رد فعل جاي من الخارج، هتلاقي يقول لك مثلا عندكم معوق في القانون، عندكم معوق في الورق، مش عارف ايه. الامور دي يا فندم بتتاخد وتتفلتر مره ثانيه وتوضع امام الاجهزه المعنيه وتبتدي تشتغل عليها ونبتدي نتحرك مع بعضنا البعض، سواء في البرلمان عشان التشريعات، سواء في هيئه الاستثمار، سواء في كل وزارات التجاره والصناعه وما شابه لذلك. اعتقد ده يا فندم اللي بيحرك اركان واسس الدوله لدفع حركه التشغيل اللي هي دايما الناس بتطلبها، عايزه تشتغل صحيح. علشان تحقق رخاء لنفسها وتحقق مستوى دخل زياده. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الدكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.